بسم الله الرحمن الرحيم. منير بنيمة، بالنسبة للمشاركة اللي بغيت نوضح أن أول حاجة البطولة اللي كتقام في العريش ماشي هي بحال اللي كتقام في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا كدير السيري مونديال وكدير الورد كوب، بمعنى كدير الكأس العالم، واحد نوع السيري من الرياضة كدير حتى هي الكأس القارة بمعنى كونتيننتال، كيشاركوا فيها عندها 11 مشارك حتى 18. بمعنى كما كنلاحظوا دابا كنشوفوا حنايا في روسيا كاين لي كوب دي موند، واش الكوب دي موند بحال هي البطوله ديال روسيا؟ لان هذيك البطوله اللي كتكون الكاس العالم ولا السيري مونديال الاتحاد الدولي كيجي رسميا كينظمو، ما كتنظموش جنوب افريقيا، يعني كطلب من الدوله من عند الجامعه وكطلب منها ان بيجي الجامعه اللي تقدر تجي تنظم هذيك البطوله، لان كاس افريقيا اللي كيدوز في جنوب افريقيا ما كيدوز بنفس المشاركه. حنايا ديك كاس افريقيا اللي عندنا هنايا اللي عندنا في العرايش، راه حنا حطونا الريكورد ديال المشاركات كاس العالم اللي كاين في جنوب افريقيا اللي كتسجل 56، حنايا عندنا 60. جنوب افريقيا عندها 56 وحنايا وصلنا 60 عدة. بالنسبة لعدد المشاركة كما كتلاحظوا هنايا عندنا 26 دولة. بالنسبة للمشاركات عندنا الاسترالي كاين منهم 4، كاين الولايات المتحدة الامريكية كاين 4، كاين عندنا جنوب افريقيا كاين منهم 3، كاين واحد الدولة اللي هي ما عمرنا سمعناها أول مرة اللي كتكون معروفة من الاستعمار هولندي اللي عندنا سميتها أروبا، اللي هنايا جمعنا تقريبا من جميع القارات 5. عندنا سوريا، نيوزيلندا، أستراليا، أوروبا، من إسبانيا، ألمانيا، رومانيا، هنغاريا، جنوب إفريقيا في إفريقيا من ناميبيا، وطبعا المغرب هو اللي ممثل المشاركة بخمسة ديال المشاركين المحترفين من نوع اللي في الترتيب هما الأول منهم بدر سيوان ونبيل كوسكوز اللي حاليا دابا عندهم السباق انطلق مع الوحدة في طرابونة بالألعاب البحر الأبيض المتوسط. وعندنا أمريكا الشمالية والجنوبية عندنا تشيلي، عندنا كندا، عندنا الولايات المتحدة الأمريكية منهم كاين آخر واحد منهم كان مشارك بالمرتبة الثامنة في الكوب دي موند في المكسيك. وشكرا. المشاركة المحلية عفاك. بالنسبة عندك 60 على جوج محترفين ولا 60 محترفين؟ وي محترفين 60 ذكور و10 اناث. مشاركين ديال العرائش؟ مشاركين العرائش من فئة الهواة كاين تقريبا نقدر ما بين 10 حتى 15، منهم عندنا 5 اناث. وبالنسبة للجروب داج الفئة مختلف الأعمار عندنا حاليا مازال الانسكريبسيون حتى 12 غادي يتسالى، عندنا 249 منهم 53 اناث. وشكرا اللي برز معنا هو اول واحد بدر سيوان المغربي اللي هو البطل ديال البطولات الافريقيه اللي دارت في الرباط واللي مؤهل لبطولات العالم جولد كوست، ومنهم امين فارح اللي كان كاتريان ما بين 21 عداء اللي كانوا اللي تا هو مؤهل جولد كوست. وبالنسبه للاناث كاين البطله كانت هي الرابعه في المسابقه الاوروبيه ما بين 80، وكاينه اللي كانت في الحمامه دارت لي بوديوم، وكاينه اللي مازالت في تونس، وكاين لي زوسترالي حتى هما اللي كيديروا لي بوديوم، لان تقريبا كاين دابا هنايا عندنا عداء كيفكروا انهم يجيو يديروا البوديوم لان التنقيط ديال الاولاني ماشي هو بحال ديال الثاني، وكاين عداء هنايا اللي معروفين عالميا لانهم اللي كيشاركوا في البطوله الاوروبيه والعالميه. كاين الناس اللي كتشارك في البطوله اللي كيكون القيمه تقريبا 70,000 درهم اللي كتكون البطوله، وهما اللي موجودين معنا هنايا.